إذن رمضان يا شهر الإحسان، شهر الغفران. رمضان رمضان. هايات لا تنسوا اللايكات والاشتراكات. كذا؟ لا لا فوق أكثر. طيب كذا؟ ايوه كذا. استمر. بابا ايش رايك على كل ثانية تعطيني ريال؟ حليمة حليمة خيطي ثوبي المشقوق يا ليحي يا ليحاني. قلت شي؟ قلت لك ايش رايك على كل ثانية كبس لك فيها تعطيني أيوة ريال؟ حليمة حليمة خيطي ثوبي المشقوق يا ليحي يا ليحاني. قلت شي؟ حليمة حليمة خيطي ثوبي المشقوق. أشوف العرب تركض وأنا همتي مرقاط يا ليحي يا ليحالي. أسمعوا يا عيال، تدروا أني حجزت تذكرة. أنا مو عيال، أنا بنوتات. صبرت. أجر لله أجر لك. خلاص إن شاء الله بإذن الله سفرتنا بكرة الكوريا. طبعا اذا ما سويتي لنا انت حركاتك وخلتينا نوصل بالسلامه زي حركات تركيا. انا مظلوم. بسرعه جدا الله يدخل امكم وابوكم الجنه. ما في وقت، يلا سماسم بس باقي نتعلم الكلمات. ميانه يعني اسف. بسيطه هذه. أنيوسايو. أيايو. ناصر نبغى شوية اجتهاد الله يخليك. أيايو. كامساميدا. كبسة حميدة. يا كلوة كبستنا مرة حلوة. أبو ناصر ألحق، تعال شوف. ألحق. أنيو سيا. أنا سيها. جا شا شا تشيرا شا شا جا جا نفس ما قالت هي بالضبط. أشكالكم روعة جنن. كوماو هاو مياو 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 مياو. سماسم هذا اللبس اللي لابسته كوري ولا صيني؟ هذه لهجة كوري متكرن تكرونية. أبوي أنا أترجم لك إيش تقول. كلهم عيال عم الكوري والصيني. هذه البنت لازم تأخرنا. يلا يا رأس الطماطم. سماسم يلا إحنا نستناك عند الباب، ترى ما نزلنا السيارة، عجلي. هلا والله. أبا أمه أخوه. كل الناس عايشة كويس إلا أنا، كويس إني عايش. هو بنت، وين العباية وين النقاب وين الحجاب؟ إيزي أنا أوفر سايز يا رجال، عادي مسافرين وكذا. والله إن ما تلبسي عبايتك وحجابك ما تطبي معانا الطيارة. أنت وطقمك هذا فرحانة فيه كأنك كورتانا بعيون. صبروا على ناجي. أعزائنا المسافرين، نستمع الآن إلى دعاء السفر، وهو من الأدعية التي كان يدعو بها رسول الله صلى الله عليه وسلم عند سفره. Ladies and gentlemen, the text you are about is a supplication which. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. بابا خلينا ندخل نجرب هذه الأكلة عندهم.
ايش هي الاكله؟ ما ادري، اجي شكلها كذا كانه ثوم. وجايين لما هنا عشان ناكل ثوم؟ شفتها مره في انمي، كان شكلها رهيب، نفسي اجربها. اوكي خلاص ندخل نجربها. السلام عليكم، هذا شكله نايم، خلينا نخرج برا. لا يا بابا، هم عيونها تجي كذا مسحوبة. بالله عليك، واحد نفر معصوب. يا الله مو كذا. أجل كيف، علمينا. ها كيف فهمتني؟ أنيو نو همتي، هذا اللي تعلمتي تتفلسفي علينا في البيت بالأخير. وذا الحين كيف الطريقة؟ أمي أمي أمي، الحين إحنا زي رح ناكل دودات. لا لا لا، أعوذ بالله يا عياد قراف. للأسف ما عرفنا كيف نطلب. أحسن أحسن، يلا يلا بسرعة نخرج نخرج بسرعة يلا. إيوة إيوة، أنا قصدي هذا، والله قصدي هذا، هذا هو اللي كان في بالي بالضبط. يا محمد، قصدي من هذا من ها. لا أمشي، ما عاد نبغى شيء. أبويا استناني استناني استناني، ضاقت الأماكن ضاقت، ما حصلتي تاكلي هذا إلا هنا. ماشي زيه شين وقوات عين، كمان تقول ماشي زيه، يعني ما في أحسن منه. استحق الدفن اللي علمك الكوري يا سماسم.